السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم ولادي وبناتي وكل متابعينا على مصر التعليمية. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجنا مدرسة أونلاين ودرس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. ولادي في الصف السادس الابتدائي، أولى حلقات الترم الثاني، إن شاء الله يكون سعيد عليكم. وفي بداية الحلقة أحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، ويلا بينا بسرعة نطير في جمال البيئات المصرية ونخش على بيئة جديدة من البيئات استكمالا لما درسناه في الترم الأول. إحنا اتفقنا إن إحنا عندنا في بيئات مصرنا الغالية بيئات كثيرة ومتنوعة ومتعددة. خدنا في الترم الأول البيئة الزراعية والبيئة الصناعية، وحنستكمل البيئات المصرية النهاردة بالبيئة الصحراوية. البيئة الصحراوية تبان للناس إن هي بيئة يعني خالية، ولكن هي مليئة بالكنوز ومليئة بمظاهر السطح. طيب، علشان نبقى عارفين يعني إيه في البداية أصلا صحراء، يعني إيه كلمة صحراء، ويا ترى إحنا في درسنا النهاردة هنعرف إيه وهنعرف معلومات كتيرة قد إيه. في بداية العرض بتاعنا هناخد الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية. الخصائص الطبيعية هي كل ما يحيط طبيعة الأرض في هذه البيئة. هنعرف كمان في درسنا النهاردة الخصائص الطبيعية زي ما قلت لكم، وهنعرف مفهوم البيئة الصحراوية، وهنقدر نقارن بين الصحراء الشرقية والصحراء الغربية من حيث مظاهر السطح. كمان علينا ان احنا نتذكر جيدا عظمه الله سبحانه وتعالى اللي بيدينا دايما تنوع في هذه الخصائص الطبيعيه في كل بيئات جمهوريه مصر العربيه، وكمان في البيئه الصحراويه بالاخص. طيب، خلينا نبدا على طول درسنا. احنا اتفقنا ان بيئات مصر بيئات متنوعه وكلها تكمل بعضها البعض وتساعد بعضها البعض ومتداخله، زي ما قلنا البيئه الزراعيه والبيئه الصناعيه. طيب، النهاردة احنا هنتكلم على البيئة الصحراوية. يعني ايه صحراء؟ يعني ايه بيئة صحراوية؟ من صورتها اهو صورة باينة ليها بتوضح لي انها مناطق بيقل فيها المطر ويسود فيها الجفاف والفقر. ايوة، بس ده فقر ايه؟ ده فقر الطبيعة، علشان محدش يفتكر ان الفقر ده يعني ما فيهاش موارد، لا، ده هي مليئة بالموارد، ولكن هي بيسودها الفقر الشديد في النباتات. بما ان هي مناطق قاحلة قليلة الامطار، فبالتالي النباتات دي هتتغذى على ايه؟ مفيش مصادر مية كتيرة تغذي النباتات، فهي تعاني من فقر في النباتات اللي بتنمو في تربة البيئات او البيئة الصحراوية. خلينا نقول كمان ان بيقل كمان فيها الحيوان، وغالبا بيغطي سطحها بالكامل الرمال والحصى. شوفوا بقى النسبة الكبيرة دي، احنا عندنا صحاري في مصر تساوي 96% من مساحة مصر. ياه، دي نسبة كبيرة. ايوه فعلا، دي نسبة كبيرة، عندنا 96% من مساحة مصر هي مناطق صحراوية. طب وهي كلها منطقة واحدة كده؟ الحقيقة لا، هي بتتقسم لثلاث صحاري، هناخدهم كل صحراء منهم على حدة ونعرف حدودها. وعايزة ولادي بقى اللي بيتابعونا يجيبوا خريطة لمصر صماء ويوزعوا عليها الصحاري، كل صحراء بحدودها بما يميزها من مظاهر للسطح، وده هيبقى واجب لطيف كده لينا مع حل أسئلة كتاب المدرسة. بداية لازم نبقى عارفين ان احنا عندنا ثلاث صحاري، الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء. الثلاث اماكن دول هم اللي بيتوافر فيهم تربة صحراوية وتتكون منهم البيئة الصحراوية في مصر. طب تعالوا واحدة واحدة بقى كده نعرفهم، علشان خاطر نقدر نفسر ونشرح ونحنا ماشيين في البيئة الصحراوية نبقى عارفين ايه اللي فيها. هناخد الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية من حيث الموقع لكل صحراء ومظاهر السطح التي تميز كل صحراء من الصحاري المصرية. كمان هنتعرف على المناخ اللي يسود في هذه الصحاري، وهنتعرف على مصادر المياه اللي بتغذي هذه الصحاري، سواء مياه جوفية أو ممكن مياه أمطار، هنتطرق ليها طبعا. هنعرف نوع تربة هذه المناطق الصحراوية، وكمان يا ترى النبات والحيوانات الطبيعية، النبات الطبيعي والحيوانات البرية اللي موجودة فيها أشكالها عاملة إزاي وأساميها إزاي. طيب، خلينا نبدأ الأول كده بالموقع.
كل صحراء من الصحاري ليها موقع محدد، وده زي ما قلت لكم عايزاكم توزعوه على خريطة. وبما ان احنا قلنا ان احنا عندنا صحراء غربية وصحراء شرقية وشبه جزيرة سيناء، يعني اذا الثلاث صحاري دول كل واحدة فيهم ليها حدود وليها موقع. تعالوا بينا نعرف اول حاجة موقع الصحراء الغربية. الصحراء الغربية باينة اهو على الخريطة، بتمتد من وادي النيل والدلتا شرقا حتى الحدود المصرية الليبية غربا. يعني أنا من أول في الشمال من وادي النيل والدلتا حتى الحدود الليبية غربا، ومن ساحل البحر المتوسط حتى حدودنا مع دولة السودان. آدي الخريطة صماء زي ما أنا قلت لكم، ولكن أنا جايبة لكم عليها أسهم تشير كده أهي كمان مرة، تشير إلى الصحراء الغربية وحدودها. حلوة قوي. الصحراء الغربية دي أكبر صحاري مصر يا ولاد، هي لوحدها بتعادل 68% من مساحة مصر. الصحراء الغربية مليئة بالخيرات وبأشكال السطح المختلفة ومليئة بالموارد، وكل ده هناخد كل جزء منه في الخاصية الطبيعية من خصائص مظاهر السطح في الصحراء. يبقى احنا عرفنا الصحراء الغربية وحدودها، وتاني على الخريطة اهو ادي الحدود بتاعتها شمالا وجنوبا، ومن النيل طبعا زي ما قلت لكم لحد ليبيا غربا، وبتبلغ مساحتها 68% من مساحة مصر. ايه الصحراء التانية اللي جاية لنا؟ الصحراء الشرقية، ودي صحراء متميزة وجميلة ومليئة بمظاهر السطح، ولكن هي على الخريطة اهو مظللة باللون الأصفر، وتقع ما بين ساحل البحر الأحمر وخليج السويس في الشرق ووادي النيل في ودلتاه طبعا في الغرب. يعني احنا دلوقتي عندنا وادي النيل في الغرب والبحر الأحمر في الشرق، محدد اهو ليها الصحراء الشرقية على الخريطة، وكمان من في اتجاهها بقى التاني وشرقا الدلتا في الشمال بتبقى متماشية مع حدود الدلتا الجنوبية، وبتمتد جنوبا لحد حدودنا مع دولة السودان. خلينا نشوف الأسهم تاني عليها، ادي كل الأماكن او كل الأسهم اللي بتشير إلى الصحراء الشرقية. مساحتها قد ايه الصحراء الشرقية؟ مساحتها حوالي 22% من مساحة جملة مساحة مصر. يبقى احنا كده عندنا بالترتيب اهو صحراء غربية 68%، صحراء شرقية زي ما قلت لكم الحدود بتاعتها ولكن دي نسبتها 22%، وعايزاكم برضو توزعوا ترسموها او تلونوها وتوزعوا حدودها على خريطة صماء ليكم جنب واجب الكتاب. طيب ايه الصحراء الثالثة اللي عندنا؟ عندنا شبه جزيرة سيناء. حقيقة شبه جزيرة سيناء متفردة في كل حاجة، هي اللي مظللة باللون الوردي كده على الخريطة، ودي بتقع بين البحر المتوسط شمالا وخليجي البحر الأحمر في الجنوب. يعني حواليها احنا بنقول شبه جزيرة، بتحيطها المياه من ثلاث جهات. فين الثلاث جهات؟ الخليجين، خليج السويس وخليج العقبة، وشمالا البحر المتوسط، وكمان غربها في قناة السويس. هذه المتميزة الجميلة الفريدة شبه جزيرة سيناء تبلغ مساحتها 6% من مساحة مصر، وقلنا حدودها، وآدي الأسهم اللي على الخريطة بتشير إلى موقع شبه جزيرة سيناء. يبقى احنا كده خدنا الثلاث أماكن أو الثلاث صحاري اللي موجودة في مصر وتكون بيئتنا الصحراوية، صحراء غربية، صحراء شرقية، صحراء شبه جزيرة سيناء. طيب يا ترى الصحاري دي يعني بلا مظاهر سطح؟ احنا اتفقنا ان اي جزء من الارض ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا وخلق لنا عليه نعم نقدر نستفيد منها. مظاهر سطح بقى جبال، هضاب، أودية جافة، أودية ممتلئة بالمياه، مياه جوفية، ولكن كل جزء في الارض هو كنز وثروة إلهية ربنا سبحانه وتعالى ادهولنا. مظاهر السطح أشكال سطح الأرض على هذه الصحاري. وبما إن إحنا بدأنا بالصحراء الغربية الأخت الكبيرة للصحاري، هنبدأ كمان على مظاهر سطح الصحراء الغربية. الصحراء الغربية الحقيقة مساحتها كبيرة ولكن فيها جبل، هذا الجبل يعتبر من الجبال الكبيرة والعظيمة في مصر، هو جبل العوينات. موجود فين جبل العوينات؟ موجود في جنوب غرب مصر.
في الصحراء الغربية في جنوب غرب مصر جبل عظيم اسمه جبل العوينات، والحقيقة هو رقعته متسعة كده، جزء منه في ليبيا وجزء منه في السودان وجزء كبير منه في صحراء الغربية في مصر. فإذا هو موجود في جنوب غرب مصر جبل العوينات، ويمتد في مصر وليبيا والسودان. آدي سهم بيشير إلى جبل العوينات، أدي يا ولاد اللي هو مظلل باللون الأصفر الغامق شوية طبعا عشان الارتفاع، وآدي الجبال اللي موجودة في الصحراء الغربية. يا ترى هي فيها جبال بس؟ لا، ده مساحة كبيرة جدا، أنا قلت لكم 68%، ده فيها كمان هضاب. وبصوا بقى الهضاب دي ترتبوها كده على الخريطة من الشمال للجنوب، خلينا دايما واحنا بنوزع على اي خريطة نشتغل من الشمال للجنوب. عندي هضبة في الشمال اسمها هضبة ماري ماريكا، دي موجودة في الشمال وهيبان السهم بتاعها دلوقتي اهي في الشمال، تعتبر جنوب البحر المتوسط وشمال منخفض القطارة. وعندي هضبة في المنتصف من اسمها بقى باينة سهلة، اسمها الهضبة الوسطى، يبقى كده في الشمال هضبة ماري ماريكا، وفي المنتصف منتصف الصحراء الغربية هضبة تانية من اسمها سهلة الهضبة الوسطى. عندي بقى في الجنوب هضبة كمان اسمها هضبة الجولف الكبيرة، هضبة الجولف الكبيرة موجودة وزي ما قلت لكم على أطرافها الجنوبية الغربية موجود جبل العوينات. نرتب مع بعض كده مظاهر السطح اللي موجودة في الصحراء الغربية، من الشمال هضبة ماري ماريكا، في المنتصف هضبة الهضبة الوسطى، في الجنوب واحنا ماشيين كده ونازلين للجنوب في هضبة الجولف الكبير في الجنوب. طيب حلو قوي، هل احنا عندنا ظواهر تانية جغرافية موجودة في الصحراء الغربية؟ الحقيقة هي بتتميز بظاهرة يعني مختلفة ونادرة، هي عندها على سطحها حاجة مختلفة وهي المنخفض. المنخفض من ضمن الأشكال أو أشكال السطح والأشكال التضاريسية اللي موجودة، وهو جزء بينخفض عن مستوى الأراضي المحيطة به. عندنا في الصحراء الغربية منخفض كبير جدا اسمه منخفض القطارة، آدي منخفض القطارة وآدي السهم اللي مميز ليه. منخفض القطارة زي ما قلت لكم هو في الجنوب من هضبة ماري ماريكا، ومنخفض يميز الصحراء الغربية. هديكم معلومة بقى جميلة على منخفض القطارة، هو أكبر المنخفضات اللي موجودة في مصر، أكبر المنخفضات موجود في مصر هو منخفض القطارة، واحنا اتفقنا إن كل درس لازم نجمع شوية معلومات كده منه. عندنا ظاهرة كمان أو شكل كمان من ضمن الأشكال وهي الكثبان الرملية. إيه الكثبان الرملية دي؟ يعني إحنا عندنا في الصحراء جبال وهضاب وعندنا منخفضات وعندنا كمان كثبان رملية؟ هي عبارة عن تجمعات من الرمال كبيرة جدا تجمعت بفعل الرياح، الرياح عمالة تشيل في الرمال وبتجمعها، فكونت لي حاجة اسمها بحر الرمال العظيم. بحر الرمال العظيم ده موجود بين مصر وبين ليبيا زي ما انا عملت لكم بالسهم كده متحدد، وده موجود ومساحته شاسعة جدا على حدودنا مع دولة ليبيا الشقيقة. طيب يا ترى ايه تاني موجود؟ موجود كمان حاجة مهمة جدا وهي مصدر خير كبير جدا في الصحراء الغربية، ألا وهي الواحات، كنوز كده ربنا مديها لنا جوه الصحراء الغربية. الصحراء الغربية مليانة واحات، وهذه الواحات هي أراضي منخفضة في الصحراء ولكن بتقوم فيها الزراعة. بتقوم فيها الزراعة طبعا على إيه يا أولاد؟ باستخدام وباستخراج المياه الجوفية اللي موجودة داخل هذه الواحات. طب ايه هي الواحات ديت؟ انا عندي الداخله والخارجه والفرافره والبحريه وسيوه، هذه الواحات اهي وضحتها لكم على الخريطه، هي من الكنوز الطبيعيه اللي موجوده في البيئه الصحراويه داخل الصحراء الغربيه. زراعه اهو، نكمل تاني على شغلنا في الترم الاول، ان احنا عندنا تداخل زراعه جوه الصحاري، متواجده فين؟ متواجده في الواحات. طيب يا ترى هل الصحراء الشرقية ليها نصيب كمان في هذه المظاهر؟ أيوة طبعا، موجود فيها جبال، والحقيقة الصحراء الشرقية عندها سلسلة جبال كبيرة جدا على سواحل البحر الأحمر، وهي جبال البحر الأحمر، وموجودة كمان بشكل يعني
يعني مليانة بالخيرات والمصادر الطبيعية والموارد الطبيعية. تمتد سلاسل أو سلسلة جبال البحر الأحمر من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي. تاني كده، من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي. وأعلى جبل فيها في جبال البحر الأحمر هي أو هو جبل الشايب. جبل الشايب. يبقى احنا كده خدنا مظاهر السطح داخل الصحراء الغربية، وكمان ادي الجبال داخل الصحراء الشرقية، ادي شكل الجبال اهي، السلسلة الجبلية. وعندنا كمان داخلها هضاب بتنتشر فيها مجموعة من الهضاب، ولكن ليها أسامي وأسامي مختلفة، زي مثلا هضبة الجلالة القبلية، وهضبة المغارة، وكمان هضبة عبابدة. هذه الهضاب موجودة، ولكن بيقطعها بقى أودية اسمها الأودية الجافة، ودي بتختفي، موجودة في الصحراء الغربية الشرقية، ولكن يختفي منها المنخفضات. وأنا بينتهي لكم بالأسهم اهيت على الخريطة بتاعتنا. يبقى احنا كده خدنا مظاهر السطح على الصحراء الشرقية وعلى الصحراء الغربية، واتكلمنا على الجبال والهضاب اللي موجودة فيها. أتمنى ان انتوا توزعوها على خريطة، وفي استكمال لدرسنا ان شاء الله في حلقات تانية، مستنية الواجب بتاعكم بتاع كتاب المدرسة، التدريبات اللي موجودة في كتاب المدرسة مع الخريطة اللي توزعوا لي عليها مظاهر السطح في الصحراء الشرقية ومظاهر السطح في الصحراء الغربية. اشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله، واتمنى ليكم كل الخير وكل السعادة.